في ناس مننا لحد النهارده حتى بعد ما خلصت تعليمها ما بتعرفش تكتب عربي كويس، وما بتعرفش تتكلم لغه عربيه سليمه اللي هي لغتك الام. البشر ما وقفوش عند حته ان انا عندي لغه واحده، احنا فضلنا ندور على طرق نستخدم بيها اللغه. فضلنا ندور على روابط اقتصاديه وثقافيه واجتماعيه وحاجات كتيره جدا بنشترك فيها. فبقى في مصطلح بقى مهم غير اللغه الام اسمه اللغه الثانيه. كل واحد فينا مهم انه جنب لغته الام يبقى بيعرف لغه ثانيه. مش تناكه صدقوني، ولا مطلوب ولا دي رفاهيه، ولا الناس اللي بيشتغلوا بس في الحاجات الصعبه والمعقده هم اللي بيتقنوها. اللغه الثانيه الهدف منها اننا نقرب من بعض، او اي حد فينا عايز يوسع دايره شغله واهتماماته لازم يكون عنده مبادئ على الاقل من لغه ثانيه. الانجليش مثلا او اللغه الانجليزيه، تخيلوا بقى انها اللغه الام لاكثر من 375 مليون شخص حول العالم، وهي طبعا معناها كده انه في 375 منتج ثقافي وحضاري وحاجه ومعلومه ممكن اعرفها لو بس عندي لغه انجليزيه. عشان كده لو ما عنديش اللغه دي ابقى في مشكله. اللغه الانجليزيه كمان هي اللغه الثانيه لما يقرب من مليار شخص حول العالم اللي هم لغتهم الاولى مثلا الصيني. المليار شخص دول اجمعوا ان اللغه الانجليزيه هي اللغه المشتركه، وبالتالي بقت هي اللغه العالميه لكل الابحاث العلميه، المراسلات، المكاتبات. يعني ايا كانت وظيفتك او مهنتك، في حاجه جديده حصلت النهارده في العالم مكتوبه باللغه الانجليزيه، وفي حاجه جديده حصلت النهارده في العالم لو انت ما بتعرفش تتكلم انجليش او عندك مبادئ من اللغه دي هتفوتك. حد ينفع يقول لي افكار؟ حد جرب يعمل كده حسن اداؤه في اللغه بتاعته ونفعت معاه؟ هتساعدوني بافكار نعملها ازاي؟ حضرتك دلوقتي يا دكتور، التكنولوجيا ما خلتش حاجه دلوقتي مستعصيه علينا. بحس ان دلوقتي لو انا مثلا مش قادر ان انا اروح كورس او ان انا احضر كورس اونلاين بسبب مثلا تكلفه ماليه او مثلا شغالي مثلا في شغل او اي حاجه، حلو، فانا اقدر انزل اي ابلكيشن من الابلكيشنز الموجوده بدون ذكر اسماء. لا اذكر اسماء. يعني مثلا في اللي هو امريكانز ده، برافو، ده ممتاز جدا. في كده برضه ابلكيشن دولينجو. ايوه جربت دولينجو؟ ده جميل، ممتاز جدا، لعبتي المفضله. هو فعلا يعني مسلي جدا، عباره عن لعبه بس بنمي بيها مهارتي في اللغه. حلو، سواء ان انا بسجل او بكتب سواء بالعربي او بالانجلش واي لغه ثانيه برضه. انت بتعمل كده يا عبد الرحمن؟ عشان اكون صريح، قعدت فتره بعمل كده بس انشغلت بقى في الشغل، يعني شغل ودراسه مع بعض، فكان غصب عني ان انا مش لاقي وقت ان انا امسك التليفون حتى. حلو قوي، بس يعني انا عايزه احييك، بس عايزه ما تقولش غصب عني ومش لاقي وقت. اتفقنا؟ ما هو ده المبرر هنعمل. لا ده مبرر، ايوه لسه بنتكلم عليه. اوكي، حد جرب يعلم نفسه بنفسه؟ انا مش بتكلم على اللي طلع لقى نفسه في مدرسه لغات ولا حد من عيلته من سويسرا، انا بتكلم على شخص عادي اتعلم تعليم عادي تمام، بس انا ساعدت نفسي. اتفضلي انت. انا بصراحه كنت ارجع لنقطه تانية، يعني كنت عايزه ارد على الناس اللي بتقول ان الدراسه ملهاش اهميه او ملهاش دور. انا بحس الفكره كلها ان الدراسه دي زي الطبق الرئيسي، لما بروح مطعم واطلب طبق بحس الدراسه هي الطبق الرئيسي، والكورسات والمهارات وايا كان ايه هي، مش هقول كورسات لان الموضوع بقى ابسط من كده بكتير. انا على النت بعرف يعني اجيب حاجات كتير قوي من غير ما اروح مشوار او ادفع فلوس كتير في كورس. فالطباق الجانبيه دي هي اللي بتكمل الوجبه وبتخليني ابقى مبسوطه بعد ما اكلها كلها كده، ومعها المشروب، مع كل حاجه، بحس ان انا خدت حاجه كامله متكامله هتفتح لي طريق. يعني حلو قوي التشبيه بتاعك، لكن اسمحي لي كمان اقول ان هي حتى المهارات الجانبيه دي جزء من العناصر الغذائيه الاساسيه، يعني حطيها جوه الطبق الرئيسي. ما هي اساسيه، وانا مش هقدر اكل طبق واحد بس من غير ما استمتع بالباقي. شكرا، حلو قوي. حد جرب يعلم نفسه بنفسه؟ قصه نجاح كده، اكرموني بقصه نجاح تفرحني. هاني معاك يا دكتور. تمام، انا نميت نفسي ازاي ولسه بنمي نفسي يعني اكتر، يعني كتر الفرجه على الافلام الاجنبيه عموما، المترجمه او الاغاني الانجليش لما بتكون مترجمه ده اسرع تنميه، صح، من ان انت تبرزي على الابلكيشن او ايا كان، لان كده كده انت اصلا لما بيتكلم قدامك وفي ترجمه، بس تكون ترجمه صحيحه طبعا، لان في اوقات بتبقى الترجمه مش صح. ده بينميكي اعلى واسرع. موافقه جدا على كلام هاني، ودي واحده من طرق تعلم لغه ثانيه، اني اتفرج على حاجات باللغه اللي انا عايزه اتعلمها. شكرا يا هاني. ضيف عبد الرحمن، في طريقه كده كان والدي قال لي عليها، لان والدي ما شاء الله بيتكلم انجليش كويس جدا، ان انا واهلي في البيت او احنا كلنا نقعد يعني
نقعد نتكلم مع بعض باللغه الانجليزي يعني الممارسه عشان نمارس، وهي دي برضو بتبقى افضل طريقه ان احنا نتعلم. حلو قوي. الممارسه طبعا دي حاجه كويسه، بس ان احنا نتفق ان احنا دلوقتي هنتكلم لمده ساعه مثلا بالانجلش لو احنا كلنا بنشجع بعض، لكن بلاش الممارسه بتاعت العي الشوزه وحطي الشراب تحت، عارفين الحاجات الغريبه دي اللي هو عربي على انجلش بس بيسيحوا على بعض بيبقوا ملزقين كده، عارفينهم؟ دي اللي هي اللي احنا سميناها الفرانكو عرب، ودي لغه انا متهيألي غلط، مفيش حد في الدنيا بيعمل لغته عباره عن خلطبيطه كده زي اللي احنا بنعمله. بعض الامهات كمان بيقعوا في الغلطه دي انه يكلم ولاده ادي لطنط كيس، ما تديها بوسه عادي مفيش اي مشاكل. فاحنا ساعات كده بنحاول نعمل نفسنا عندنا لغات. وبالمناسبه من اكتر الحاجات السيئه في اللي لسه بيتعلم لغه جديده انه يفتكر ان انا لما اقول جملتين كده بلغة أجنبية في غير سياقهم أبقى أنا كده حد جامد. إحنا بنتعلم اللغات عشان نستخدمها، مش عشان نستعرض بيها أو نوري حد إن إحنا شاطرين وجامدين في حاجة. إزاي أتعلم لغات من كلام العظيم اللي سمعناه النهاردة؟ هم في شوية خطوات كده معروفة كل الناس تقريبا عارفاهم، بس إحنا بنكسل أو ما بنحبش نعملهم. بيقولوا إنه 15 دقيقة من التعلم كل يوم لمدة 6 شهور ممكن تخليك تبتدي تتكلم لغة جديدة عمرك ما اتكلمتها قبل كده. مشاهدة محتوى باللغة اللي انت عايز تتكلمها، لو عايز تتكلم فرنساوي اتفرج على حاجات وأفلام فرنساوي، لو عايز تتكلم انجليزي اتفرج على حاجات انجليزي. والقراية، القراية بطبيعة الحال هي من أجمل المتع في الدنيا، بس اقرأ باللغة اللي انت عايز تتعلمها حتى لو مش فاهم كل الكلام. وأخيرا استخدام تطبيقات وألعاب تعليمية عشان ما تتحولش رحلة التعلم دي لحاجة مملة ولا هي فرض واجب، في حاجات لعبة فعلا ألعاب. والحاجة الأخيرة اللي كل الناس اللي بطلوا واللي ابتدوا وبعدين وقفوا كانت بسبب إنه لما ابتدى يتكلم باللغة التانية كان النطق بتاعه مش تمام قوي يعني، فالناس ضحكت واتريقت عليه. حد يضحك عليك وانت بتتعلم يبقى هو اللي عنده مشكلة مش انت. فمن أهم الحاجات اللي بنخلي بالنا منها وإحنا بنتعلم لغة جديدة، يعني مش مهم قوي أبقى بنطق زي أهل البلد الأصليين، لكن مهم جدا أني ببقى أقرب حاجة للنطق الصحيح للكلمة، ودي حاجة اسمها علم الصوتيات، يعني أسمع ناس بيتكلموا باللغة دي.